السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتهمته بالتحرش وقالت ازاي امثل مع واحد ما بيستحماش. قصة خلاف نادية الجندي مع النجم الاسمر. بعد النجاح الذي حققه احمد زكي في مسرحية مدرسة المشاغبين، رشحه المؤلف مصطفى محرم لنادية الجندي للمشاركة معاها في فيلم البطنية بشخصية الضابط المتنكر، لكنها تظاهرت وقتها انها لا تعرفه وذكروها بي بأنه الشخص الذي كان يؤدي شخصية الطالب الفقير في مسرحية مدرسة المشاغبين، لكنها رفضت العمل معاه وتذكرته ووصفته بأوصاف تثير الاشمئزاز. وقالت نادية الجندي عنه ازاي يمثل مع واحد ما بيستحماش، كما أبدت قرفها من هيئته. ومع رفضها أصر المؤلف على تواجده في العمل وهدد بسحب السيناريو من نادية الجندي إذا لم يشارك أحمد زكي في الفيلم. وكتب مصطفى محرم في مذكراته: جاء أحمد زكي على أسئلة رماحي ساومه المنتج مساومة تصل إلى حد الإهانة في تحديد أجره. لم يعطيه أحمد زكي الفرصة وقبل بأجر مهين، وكان يريد شراء الفرصة بأي ثمن حتى لو اضطر إلى العمل مجانا. وفي أول يوم تصوير حدثت خناقات بين نادية الجندي وأحمد زكي وزوجها المنتج محمد مختار، الذي قال أن زكي بيخطف الكاميرا منها في كل لقطة، وذلك نظرا لأنه أجاد تجسيد شخصية سفروت، فقد ظهر بملابس مهلهلة تتناسب مع شخصية المعتوه، والتي جعلت الجمهور يصدقه وينصدم عندما يعلم أنه ضابط وليس يعني والذي وليس يعني يعلم انه ضابط وضابط بوليس وعشان يوقع تجار المخدرات. وقالت نادية الجندي انه كان بيعيد تصوير المشهد اكتر من مرة لدرجة ان المخرج زهق منه، لكن زكي قال له بكرة هتشوف انا هبقى ايه، وصدق فيما قال. وفي احد المشاهد حدث خلاف مع نادية الجندي التي شعرت بأن أحمد زكي يتحرش بها أمام الكاميرا، وضرب زوجها المنتج محمد مختار، مما أدى إلى غضب المؤلف مصطفى محرم، وترك المخرج حسام الدين مصطفى مكان التصوير. ورغم محاولات نادية الجندي وزوجها للإيقاع بين أحمد زكي ومصطفى محرم، إلا أنهما الحظ لم يحالفهم في هذا الأمر. ونكر النجم أحمد زكي ما قيل بأنه قال إن المخرج أهم من المؤلف. وفي يوم عرض الفيلم بسينما أوبرا، ودعا مصطفى محرم أحمد زكي عشان يحضر العرض، وتم الصلح بينه وبين نادية الجندي وزوجها، وأعجب الجمهور بأداء أحمد زكي وتم رفعه على الأكتاف بعد العرض. الله يرحمه الفنان أحمد زكي. وقولوا رأيكم إيه في القصة والخلاف اللي حصل بينه وبين نادية الجندي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.